مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. مساء الخير على الفرقه الجميله. ويا جماعه عايز اقول لكم مصر هتنتصر هتنتصر والله هتنتصر. يا ما عدت علينا ازمات من النوع ده ومصر دايما تخرج مرفوعه الراس. فعشان كده ما ولا تقلقوا احنا بس ناخد بالنا ونبقى عندنا حرص اكتر ويبقى نتعلم من اخطائنا، لكن مصر هتنتصر باذن الله. ربنا عايزها تنتصر وتفضل امنه طول الوقت. النهارده عندنا نجوم من نوع خاص، مين فينا ما يفتكرش عبد السلام النابلسي مثلا، او توفيق الدقن، او استيفان روستي، او سراج منير، او زكي رستم. هؤلاء الابطال العظماء اللي من غيرهم تحس ان لا طعم ولا لون ولا ريحه لاي فيلم من الافلام الحلوه اللي شفناها زمان. قد يكون هناك نجم بيتصدر وهو ده اللي بيبيعه باسمه زي ما بيقولوا، لكن تظل دائما القيمه موجودة في هؤلاء النجوم الجمال. احنا عندنا قيمة كبيرة قوي وناس عمرهم ما التفتوا لحجم الدور لكن لأهمية الدور. عندنا الأستاذ الكبير صبر عبد المنعم، الأستاذ سيد رجب، الأستاذ أحمد فؤاد سليم وآخرين، ناس فنانين كبار جدا جدا مستحيل حد ينسى أدوارهم مهما كانت حجم الدور ما كانش كبير، لكن قيمته وتأثيره في العمل الدرامي هو ده الفيصل وهو ده اللي هيبقى مع الناس. احنا معانا ناس أنا بحبهم جدا، وطبعا على فكره يتميزوا كلهم بانهم من جيل مثقف عارف هو بيعمل ايه، كلهم اكاديميين، كلهم تعرف تتكلم فيهم مع على المسرح العالمي وعن السينما العالميه، يقول لك المهرجان الفلاني وبتاع، جيل بيقرا زي ما قال الاستاذ الكبير عبد الرحمن ابو زهره، ودي بقت يعني حاجه نادره اليومين دول. هيبقوا معانا النهارده ويشرفونا ويبقوا على دماغنا من فوق لانهم اسعدونا وابهجوا الناس في رمضان طوال السنوات اللي فاتت. بعد المقدمة اللي انا هقدمها هيبقى معنا الكابتن شوبير ومعاه لاعب النادي الاهلي السيد حمدي، اللي هو السيد حمدي اللي بينه وبين النادي الاهلي مشكلة على المستحقات، او هو يعني ما كانش يتمنى انه يخرج بالشكل ده. طبعا الكابتن شوبير بيعرف ايه يجي على المناطق السخنة كده وما رضاش يجيبنا النهاردة قاصد، قالك ده في حلقة سخنة ابعد الراجل ده عنه شوية. طبعا الكابتن شوبير ده على راسنا من فوق، راجل انا بحبه جدا وبستمتع بيه. النهاردة سؤال الحلقة اللي هنسأله: من هي اول شهيدة في الاسلام، سمية بنت الخياط ام رفيدة الاسلامية ام الخنساء؟ جائزة المسابقة اليوم عمرة. كمان مرة: من هي اول شهيدة في الاسلام، سمية بنت الخياط ام رفيدة الاسلامية ام الخنساء؟ جائزة المسابقة اليوم عمرة. فاصل ونرجع لكم على الكابتن شوبير. الفايز فين يا جماعة؟ انا والله العظيم انا كنت لسه هقول لكم محدش فاز ولا انتوا خلاص وقفتوا العمرة لغاية دلوقتي. يا طارق، استاذ طارق معاك يا استاذ مدحت. يا حبيبي الف مبروك وعمره مقبوله. الله يبارك لك يا استاذ مدحت، انا متشكر جدا يا فندم. من الله ونعم الحمد لله. الحمد لله، ربنا يتقبل منك. وهل كنت متوقع ان انت يعني تفوز بهذا الحج؟ انت فزت بحج مش عمره على فكره، يعني يا رب واحد من الاركان الخمسه في الاسلام اتحقق لك ان شاء الله. حج مش عمره، حج. حج ان شاء الله. حج، الله يبارك لك، الله يبارك لك. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، كتر خيرك. الله يخليك. يعني احنا يعني الحقيقه يعني شوف الحج او العمره لا تتم الا بدعوه من الرسول عليه الصلاه والسلام، فانت يعني ينادى عليك ان تلبي فلبي، وان شاء الله تبقى حج مقبول ان شاء الله، بس لا تنسانا من الدعاء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. شكرين جدا يا استاذ مدحت، وفضل من الله ونعمه الحمد لله. الحمد لله دعواتك يا استاذ طارق،
ربنا يتقبل ويجعل لنا نصيب في رؤيه الكعبه كده وزياره قبر الرسول عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله دعواتك لينا ولمصر وللشهداء المصريين اللي كلنا بنحتسبهم عند الله شهداء ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم ان شاء الله. انا متشكر جدا يا استاذ. تحياتي يا حبيبي، تيجي بالف سلامه ان شاء الله. فاصل وبعد كده تلتقوا مع الكابتن شوبير والكابتن السيد حمدي، وبعد كده نلتقي مع نجومنا اللي اتكلمنا عنهم. فاصل ونرجع لكم. الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائط عقدي، أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائط عقدي، إن مجدي في من له مثل ولاياتي ومجدي. لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، أنا إن قدر الإله مماتي، لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رامي وراح سليما من قديم عناية الله جندي. الله عليك والله، الله عليكم.